السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الصناعية، أهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة هشرح لكم مادة مبادئ الرسم الفني. طبعا مبادئ الرسم الفني يمكن المادة في تخصصات كتير بتدرسها، زي قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات وقسم الكهرباء اللي هو التركيبات الكهربية والتبريد والتكييف وقسم الميكانيكا، ويمكن في أقسام تانية هتستفيد النهارده ان شاء الله معانا، فتابعونا وان شاء الله تستفيدوا اكبر استفاده. في البدايه كده يعني عايز اطرح عليكم سؤال، ايه اهميه ماده الرسم الفني؟ يعني انت بتدرس ليه الرسم الفني؟ طبعا السؤال دوت بوجهه لكل طلبه التعليم الفني، مش الصف الاول بس ولا قسم معين يعني. طبعا في البدايه احنا بنقول ماده الرسم الفني هي تعتبر لغة التفاهم المشتركة بين المهندسين والفنيين للتعبير عما يراد تنفيذه. يعني معنى كده إن لما تكبر إن شاء الله كده وتخلص دراستك وتدخل لسوق العمل، الناس اللي هيكونوا كملوا في كليات هندسة أو اشتغلوا فنيين في بعض المصانع أو الشركات، طريقة التعامل بتبقى عن طريق الرسومات. يبقى المهندس لما يكون عايز يوجه مثلا عمل معين او شغل معين يطلبه من الفنيين، فبيديهم اللوحه مرسوم عليها طبعا اذا كانت دايره كهربيه علشان ينفذوها، ولا اذا كان رسم انشائي او غيره، بيديهم اللوحه طبعا وعليها الرموز والمصطلحات والمقاسات وهم بينفذوا الكلام ده. فطبيعي ان الفني او المهندس لازم يكون عارف الرموز والمصطلحات ويعرف يقرا الرسومات كويس. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض كده، هنعرف شويه مبادئ نظريه الاول على الرسم الفني، وبعد كده نخش في العمليات الهندسيه. نبص مع بعض كده، اول حاجه السؤال اللي انا طرحته عليكم، الرسم الفني والهندسي ايه اهميته؟ بنقول هو لغه التفاهم المشتركه بين المهندسين والفنيين للتعبير عما يراد تنفيذه. طيب أدوات الرسم الهندسي اللي أنت بتستخدمها، أول حاجة القلم الرصاص، وفي طبعا أنواع من الأقلام الرصاص زي القلم ذو خط ثقيل، ده بنرمز له بالحرف بي، وفي أتقل منه اللي هو بيبقى 2 بي، وفي قلم رصاص بيبقى الخط بتاعه خفيف بنرمز له بالرمز اتش، وفي قلم بيكون متوسط فبنرمز له بالرمز اتش بي. تاني حاجة مسطرة القياس، طبعا احنا عارفين المقاسات طبعا اللي انت هتاخدها وانت بترسم لازم مسطرة، هيكون طولها تقريبا 30 سنتي مقسمة لسنتيمترات ومليمترات، وكمان منقلة علشان نقيس بيها الزوايا. علبة براجل بتكون بأحجام مختلفة علشان نستخدمها لرسم الدوائر والأقواس. المثلثات هنحتاج مثلثين، واحد منهم 45 يعني الزوايا بتاعته 45، والمثلث الثاني الزوايا بتاعته 30 و60. يعني لو بصينا كده مع بعض علشان تبقوا شايفين معايا، المثلث ال 45 قدامنا اهو بالشكل دوت، بيبقى المثلث دوت متساوي الساقين في زاويه قايمه، والزاويتين التانيين بيبقوا 45، يعني الزاوية دي والزاوية دي 45 درجة. المثلث الثاني اللي احنا قلنا عليه مثلث 30 60 اهو. الزاوية دي زاوية قايمة. الزاوية الصغيرة دي زاوية 30 درجة. والزاوية دي اللي أكبر منها شوية دي 60 درجة. خلاص؟ طيب. بعد كده بقية الأدوات اللي احنا هنستخدمها، مسطرة حرف تي، ودي طبعا بنستخدمها لرسم الخطوط الأفقية المتوازية على لوحة الرسم، وكذلك لرسم خطوط رأسية أو مائلة باستعمال المثلثات. يعني أحط المثلث كده على اللوحة وأظبطه على المسطرة الحرف تي وأرسم الزوايا اللي أنا عايز أرسمها. شريط لاصق لتثبيت اللوحة، سوليتيب يعني، وممحاة اللي هي الأستيكة علشان الخطوط الزيادة تعرف تمسحها، ومسطرة منحنيات. أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الفني، كل خط بيعبر عن حاجة معينة،
اول حاجه الخطوط المتصله السميكه، يعني زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشه خط تقيل. طيب الخط دوت بنستخدمه لرسم الخطوط الظاهره الاساسيه في الرسم، زي مثلا لو انت هترسم مضلع منتظم شكل مخمس مثلا، الاضلاع بتاعه الشكل المخمس طبعا هي الاضلاع الاساسيه في الرسم، فديت تترسم بخط تقيل، خط سميك. تمام؟ لو انت بترسم مساقط، الخطوط الاساسيه في الرسم اللي هي اللي هتبقى ظاهره قدامك بتترسم بخط ايه؟ خط ثقيل. طيب النوع الثاني الخطوط المتصله الرفيعه، زي ما احنا شايفين برضو كده على الشاشه خط رفيع، وده بيستخدم لرسم خطوط الابعاد وخطوط التهشير. طبعا انت لما بترسم ممكن تحط الابعاد بتاعتك على الرسم، المقاسات يعني، فالخطوط الابعاد ديت بتترسم بخطوط رفيعه. خطوط شرط متقطعه زي الشكل اللي قدامنا دوت، برضو يستخدم لرسم الخطوط المختبئه، يعني لو انت بترسم مثلا مساقط وفي خطوط من الشكل اللي انت بترسمه خلفيه مختبئه، يعني انت مش شايفها، لو انت بترسم مثلا المسقط الرأسي وفي خطوط هي موجوده لكن انت مش هتبقى شايفها، فدي بنعبر عنها ازاي؟ بتترسم بخطوط ايه؟ متقطعه. طول الشرطه بيبقى ما بين 2 ل 4 ملم. رابع حاجه خطوط جنزير سميكه، خط الجنزير دوت بتبقى شرطه طويله ونقطه او شرطه صغيره كده وبعدين شرطه طويله تاني ونكررها، وده بيستخدم لتحديد مكان المستوى القاطع. في خطوط جنزير رفيعه زيها برضو بس بتبقى رفيعه، ودي بتستخدم لرسم خطوط المحاور، يعني انت لما بتيجي ترسم دايره مثلا وعايز ترسم المحاور بتاعتها عشان تحدد مركزها، فالمحاور ديت بترسمها ازاي؟ عباره عن خط جنزير زي ده. في خطوط رفيعه متصله باليد، ودي بتستخدم لتحديد القطاعات الجزئيه في المسقط الكامل. في بعض التعاريف برضو مهمه زي تعريف النقطه، بنقول ليس لها طول ولا عرض ولا ارتفاع وبتنتج من تقاطع خطين او قوسين. القطعه المستقيمه هي اقل بعد بين نقطتين ولها طول محدد وليس لها عرض. الخط المستقيم بينتج من تحرك نقطة في اتجاه واحد وليس له طول محدد وينتج من تقاطع مستويين. الأسطح الهندسية معناها ايه؟ بنقول هي أسطح مستوية محدودة من جميع جوانبها بمجموعة من المستقيمات بتسمى أضلاع، مثل المثلث أو الشكل الرباعي أو المضلعات المنتظمة زي المخمس والمسدس وكمان الأسطح الدائرية. المضلعات المنتظمة معناها إنها بتكون محدودة من جوانبها بأكثر من أربعة أضلاع وزواياها جميعا متساوية زي المخمس، المسدس، المسبع، المسمن. نيجي بقى نبدأ كده في بعض العمليات الهندسية البسيطة. أول حاجة تنصيف قطعة مستقيمة باستخدام الفرجار أو البرجل. نرسم القطعة المستقيمة A B وبعدين أنا عايز أنصفها، مش هنصفها بالمسطرة، لا ده أنا هنصفها بالبرجل، فأجيب البرجل وأركز في النقطة A وبفتحة مناسبة تكون أكبر من نصف القطعة المستقيمة، يعني معناها لو القطعة المستقيمة ديت مثلا 5 سنتي افتح البرجل على 4 سنتي 3 3 ونص فتحة مناسبة، وقف في النقطة A وارسم قوس لأعلى زي اللي احنا شفناه ده وقوس لأسفل، وبنفس الفتحة اركز في النقطة B واقطع القوس اللي رسمته في الأعلى وارسم قوس تاني تحت يقطع القوس الأسفل. بعد كده نوصل النقطتين ببعض اللي هي نقط تقاطع ما بين الأقواس اللي رسمناها. الخط اللي احنا رسمناه دلوقتي دوت نصف القطعة المستقيمة دي إلى جزئين متساويين. طيب
العملية اللي بعديها إقامة عمود من نقطة معلومة على قطعة مستقيمة باستخدام الفرجار برضو. يعني أنا عندي قطعة مستقيمة زي A B هنرسمها، وعايز أقيم عمود من النقطة C يعني بزاوية قائمة. طبعا أنا ممكن أعملها بالمثلث، والمثلث فيه زاوية قائمة، ممكن أعملها بالمنقلة. طيب لكن بقى العملية اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي إقامة العمود باستخدام ايه؟ الفرجار، البرجل يعني. فانت هتقف بالبرجل في النقطة C وبفتحة مناسبة، وارسم القوس اللي هو يعتبر نص دايرة كده، تقطع القطعة المستقيمة في النقطتين D و E. طب وبعدين اقف مرة في النقطة D وبفتحة مناسبة وارسم قوس لأعلى، وبنفس الفتحة أقف في النقطة E وأقطع القوس السابق، وبعد كده وأوصلهم ببعض. أهو وصل النقطة C بنقطة التقاطع اللي فوق. أنت كده رسمت خط أهو، ها، عمودي على القطعة المستقيمة AB من النقطة اللي أنت حددتها اللي هي كانت النقطة C. طيب نروح للعملية اللي بعديها، تنصيف زاوية إلى قسمين متساويين باستخدام الفرجار. تنصيف زاوية إلى قسمين إيه؟ متساويين. طيب أول خطوة نرسم الزاوية A B C. طيب الزاوية ديت إحنا عايزين ننصفها لقسمين متساويين. ننصفها إزاي؟ يعني أرسم خط في النص كده يقسم لي الزاوية دي إلى قسمين متساويين. نعمل إيه؟ بالبرجل وأقف في النقطة B اللي هي رأس الزاوية يعني، وبفتحة مناسبة، وأرسم قوس يقطع لي ضلعي الزاوية زي ما احنا شايفين كده. أقف بالبرجل مرة عند النقطة دي ومرة عند النقطة E، وبفتحة مناسبة أرسم قوس أهوت في المنتصف كده، وبنفس الفتحة أقف عند النقطة E وأقطع القوس اللي أنا رسمته في الأول. يبقى أنا وقفت عند النقطة دي اللي هي نقطة تقاطع القوس مع ضلع الزاوية اللي هو AB، وبفتحة مناسبة بالبرجل رسمت القوس الأول، وبنفس الفتحة رحت وقفت عند النقطة E وقطعت القوس. بعد كده أوصل من رأس الزاوية يعني من عند النقطة B إلى نقطة التقاطع اللي احنا رسمناها. الخط اللي احنا رسمناه دلوقتي ده نصف لي الزاوية إلى قسمين متساويين. طيب نروح للعملية اللي بعديها، لو أنا عايز أقسم زاوية إلى ثلاث أقسام متساوية باستخدام الفرجار اللي هو البرجل يعني. طيب هقسمها إزاي؟ برضو نرسم الزاوية A B C، وبعدين بعد كده هرسم برضو قوس يقطع لي ضلعي الزاوية مرة في النقطة دي ومرة في النقطة E، وبعد كده أفتح البرجل ماشي بنفس الفتحة وأقف في النقطة دي، وبعدين أرسم قوس أهو هيقطع لي القوس اللي أنا رسمته خلاص في العلامة اللي احنا حددناها الأولى دي، وبعد كده أقف مرة تانية عند النقطة إيه وبنفس الفتحة وأقطع نفس القوس كده أهو في العلامة التانية. تعالوا نعملها تاني أهو، هقف في رأس الزاوية وبفتحة مناسبة هرسم قوس يقطع لي ضلعي الزاوية في النقطتين دي وإي، وبعد كده بنفس الفتح هقف في النقطة دي وأقطع القوس اللي أنا رسمته ده أهو، وبنفس الفتح أقف في الناحية التانية عند النقطة إي وأقطع القوس الناحية التانية. أوصل بقى من النقطة بي إلى نقطة التقاطع الأولى أهو كده، وبعدين نوصل
من النقطة بي برضو لنقطة التقاطع التانية اللي احنا حددناها. كده انا قسمت الزاوية لكم قسم؟ ثلاث أقسام متساوية. طيب العملية اللي بعديها رسم مسدس منتظم بمعلومية طول ضلعه. يعني معناها ايه؟ لو انا عايز ارسم شكل سداسي منتظم يعني ليه ست اضلاع، وبيقول لي ارسم المسدس ده اذا علمت ان طول ضلعه مثلا 5 سنتي. طيب انا كده اول حاجة هبدأ بيها ايه؟ هرسم طول الضلع. نبص كده مع بعض، اول خطوة هرسم الضلع AB وليكن زي ما قلنا 5 سنتي، وبعدين من النقطة A بالبرجل بقى اخد المسافة بتاع طول الضلع من A لB اللي هي 5 سنتي، وقف في النقطة A وارسم قوس لأعلى وبنفس الفتحة اللي هي بتساوي طول الضلع، اقف مرة تانية في النقطة B واقطع القوس الاول. النقطة اللي انا حددتها دلوقتي نقطة التقاطع دي اللي باللون الاحمر دي، النقطة ديت بتوضح لي ايه؟ مركز الدايرة اللي هتمر برؤوس الشكل السداسي. هقف انا بالبرجل بقى في النقطة ده هي اللي هي نقطة المركز اللي انا حددتها دي، وبنفس الفتحة برضو اللي هي طول الضلع ما تغيرهاش، وارسم الدايرة. طيب وبعد كده بنفس الفتحة برضو ما غيرش فتحة البرجل اللي هي بتساوي طول الضلع، اقف مرة في النقطة A واعمل قوس ناحية اليمين يقطع لي الدايرة اللي انا رسمتها، وبعدين اقف في النقطة اللي انا حددتها دي واعمل قوس تاني لاعلى، وبعدين نكرر العملية الناحية التانية من عند النقطة B. رسمنا قوس ناحية اليسار قطع الدايرة برضو، وبعدين من نفس النقطة اللي انا حددتها نرسم قوس تاني لاعلى يقطع الدايرة برضو في النقطة الايه اللي فوق. كده انا قسمت الدايرة اللي انا رسمتها دي بعدد الاضلاع المطلوبة اللي هم كام؟ اللي هم ست اضلاع. طب الخطوة الاخيرة بقى نعمل ايه؟ نروح موصلين النقط دي ببعضها. اوصل اهو من النقطة B ها للنقطة اهي، من النقطة B للنقطة C، وبعدين من C لدي، ومن النقطة دي لإي، ومن إي لإف أهو، ونرجع بقى من النقطة إف للنقطة إيه. كده أنا حصلت على الشكل السداسي المنتظم. رسمته إزاي؟ بمعلومية طول ضلعه، يعني كل اللي أنا كنت أعرفه طول الضلع بس. وناخد بالنا من حاجة مهمة، شوف الأضلاع بتاعة الشكل السداسي اللي أنا رسمها دلوقتي قدامك باللون الأبيض وبخط إيه؟ سميك. طيب الخطوط بقى التانية اللي هي باللون الأحمر دي بتبقى خطوط مساعدة. أنت لما تيجي ترسمها بخطوط خفيفة، يعني الدايرة اللي رسمناها دي تبقى بخطوط بخط خفيف. الأقواس اللي احنا حددنا بيها الرؤوس بتاعة الشكل السداسي برضو تبقى بخطوط خفيفة. يبقى الخطوط الأساسية تبقى بخط سميك وتقيل، الخطوط المساعدة اللي هي اللي باللون الأحمر دي تبقى بخط خفيف. تعال نروح بقى كده للعملية اللي بعديها، هنرسم الشكل السداسي بس بطريقة تانية اللي هي ايه؟ بمعلومية قطر الدائرة الوهمية التي تمر برؤوسه، او تعتبر قطر الشكل السداسي. يعني لو قالك ارسم شكل سداسي منتظم اذا علمت ان طول قطر الدائرة او قطر الدائرة التي تمر برؤوسه 10 سنتيمتر. يبقى أول خطوة هنعملها إيه؟ هنرسم القطر بتاع الدايرة. نبص مع بعض كده، أول خطوة رسمنا إيه؟ القطر بتاع الدائرة وليكن مثلا زي ما قلت 10 سنتيمتر، وبعد كده أنصفه. ممكن أنصفه بالمسطرة، يعني أنت حطيت المسطرة رسمت الخط اللي هو القطر ده طوله 10 سنتي عند 5 وروح حاطط إيه؟ نقطة. طيب بعد كده اقف في العلامة اللي انت حطيتها دي اللي هي في المنتصف دي وبالبرجل، وروح راسم الدايرة برضو زي ما قلنا الدايرة ديت هتبقى خفيفة، وبنفس الفتحة اللي هي تعتبر نص القطر، يعني هتقف مرة عند بداية القطر وترسم القوس الكبير ده، قطع لك الدايرة هنا في نقطتين، واحدة فوق ها واحدة ايه تحت في الاسفل.
وبنفس الفتحة برضو اللي انت رسمت بيها الدايرة اللي هي نص القطر تقف مرة تانية عند نهاية القطر على الشمال كده اللي انا بشاور عليها دي بالماوس، ها، وارسم قوس تاني كبير قطع لي الدايرة برضو في نقطتين، واحدة في الاعلى واحدة ايه في الاسفل. بعد كده وصل النقط دي ببعض اللي هم مين بقى؟ A و B و C و D و E و F. تعال نوصلهم كده مع بعض، هتوصلهم بالمسطرة اهي من النقطة A ل B، وبعدين من B ل C، من C ل D، من D ل E، ومن E ل F، ومن F ل A. كده انت حصلت على الشكل السداسي المنتظم، خلاص، بس بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي فاتت. يبقى هنا رسمناه بمعلومية ايه؟ قطر الدائرة التي تمر برؤوسه، او تعتبر قطر الشكل السداسي نفسه. طيب نيجي بقى نروح لعملية تانية. لو قال لي عايزين نرسم شكل مخمس منتظم بمعلومية طول ضلعه، والطريقة دي بنسميها الطريقة الخاصة. علشان ارسم الشكل المخمس بالطريقة الخاصة، اول خطوة بنعمل ايه؟ برسم طول الضلع طبعا اللي حدده لي، وليكن هنقول 5 سنتي. رسمنا طول الضلع AB. الخطوة اللي بعديها هنصف الضلع دوت زي ما احنا خدنا في اول عملية اللي هي تنصيف القطع المستقيمة. اقف بالبرجل في النقطة A وبفتحة مناسبة اكبر من النص، اعمل قوس لفوق وقوس ايه لتحت، وبنفس الفتحة اروح اقف عند النقطة B ونقطع القوسين اللي احنا رسمناهم ووصلهم ببعض. كده انا نصفت الضلع AB. طيب الخطوة اللي بعديها هقيم عمود من النقطة A اللي هي من بداية الضلع. طيب العمود دوت انا ممكن اعمله بالمنقلة بزاوية 90 درجة، ممكن اعمله بالمثلث، ممكن اعمله ارسمه بالبرجل بالعملية اللي احنا لسه شرحينها في الاول اللي هي اقامة عمود من نقطة معلومة. كنت اقف عند النقطة A وارسم نص دايرة، وبعدين اقف عند بدايتها وارسم قوس لفوق، وعند نهايتها وارسم ايه قوس تاني، واوصلهم ببعض. طيب الخطوة اللي بعديها بالبرجل بقى هقف في النقطة A واوصل من النقطة B الى النقطة C. وخد بالك القوس اللي انا رسمته ده دلوقتي، ها، علشان اتاكد ان العمود اللي انا رسمته ده اللي هو من A ل C يساوي طول الضلع بالظبط، لا يطلع زايد ملي ولا ناقص ملي. طيب الخطوة اللي بعديها هنوصل النقطة C بنقطة المنتصف اللي هي O، وبالبرجل هقف في النقطة O اللي هي نقطة المنتصف ده اهي، وافتح البرجل لحد النقطة C فوق، وبعدين ارسم قوس اهو لأسفل كده. وبعدين الخطوة اللي بعديها نمد الضلع AB على استقامته علشان يتقاطع مع القوس اللي رسمناه في نقطة هنسميها D. الخطوة اللي بعديها خد المسافة كلها بقى من أول B لحد النقطة دي بالبرجل. يبقى انت تيجي بالبرجل، ها، تقف عند النقطة بي، ها، وافتح البرجل لحد النقطة دي، وبعدين اقف مرة عند النقطة ايه وارسم قوس لأعلى. شوف انا قلت لك ايه، هتقف مرة عند النقطة ايه اللي هي مين؟ اللي هي بداية الضلع. اوعى تغلط وتروح تبدأ عند النقطة دي وترسم القوس اللي فوق. ليه؟ هيجي مرحل كده ناحية اليمين وهتلاقي المخمس طلع معوج خالص. يبقى أنا خدت المسافة من B لD بالبرجل، وقفت عند النقطة A بسن البرجل، ورسمت القوس اللي فوق. وخد بالك القوس ده فين؟ بص كده أعلى، ها، نقطة المنتصف اللي هي النقطة O، شايفها؟ فوقيها كده رسمت القوس. وبنفس الفتحة أروح أقف عند النقطة B وأقطع القوس ده. أشوف تقاطع معاها فين؟ ها؟ فوق المنتصف، فوق خط المنتصف هو اللي إحنا رسمناه في الأول. كده تتأكد إن أنت راسم صح.
لو انت جيت عملت الخطوة دي ولقيت الاقواس اللي انت رسمتها دي تقطعت كده بعيد وجت على اليمين شوية، يبقى انت كده رسمت غلط، المقاسات اللي انت خدتها غلط، راجع نفسك وصلح الخطوة اللي انت عملتها. لازم تتأكد ان القوسين دول تقاطعوا مع بعض فوق نقطة المنتصف، علشان دي هتبقى هي رأس المخمس. الخطوة اللي بعديها هاخد المسافة بتاعة طول الضلع اللي هو من A لB اللي هي 5 سنتي مثلا، لو احنا هنرسم الشكل المخمس ده طول ضلعه 5 سنتي، هاخد كده المسافة من A لB بالبرجل، وبعدين اقف عند النقطة A وارسم قوس على اليمين اهو، وبنفس الفتحة اللي هي تساوي طول الضلع يعني اللي هي 5 سنتي زي ما قلنا، اروح اقف فوق بقى عند النقطة E اللي هي اللي هي رأس المخمس واقطع القوس ده اهو كده. ونفس الخطوة دي نكررها تاني على الشمال، اقف عند النقطة B وارسم قوس على الشمال بنفس الفتحة طبعا اللي هي مقاس طول الضلع، وبالبرجل بنفس الفتحة اقف عند النقطة A اللي هي رأس المخمس فوق واقطع القوس اللي انا رسمته في النقطة G. شوف كده النقط اللي انت حددتها دي رؤوس المخمس. اخر خطوة تعمل ايه؟ وصلهم ببعض. وصل كده اهو من النقطة B لG لE للنقطة F للنقطة A، كده حصلنا على الشكل المخمس المنتظم. طبعا انا عارف ان الشكل المخمس بياخد خطوات يعني كتيرة شوية وناس كتير بتتلخبط فيه، فممكن نعمله مع بعض كده على اللوحة علشان الناس تاخد بالها معانا برضو. نبص كده على اللوحة نرسمه بالأدوات عشان الناس تاخد بالها معانا. أول خطوة هنعملها هنرسم طول الضلع. طبعا أنا عشان برسم على لوحة كبيرة شوية خلاص هكبر المقاسات، هعمل طول الضلع 8 سنتي. نبص كده على اللوحة مع بعض. خلينا يا شباب كده مع بعض نبص على اللوحة. هرسم أول حاجة الضلع اللي هو AB. اهو احنا قلنا هنرسمه كام؟ 8 سنتي. وبعد كده طب يا جماعة يعني مخرجنا الجميل خليك معايا كده، عايزين نرسم على اللوحة زي ما قلنا هنرسم المخمس اللي احنا عرضنا خطواته دلوقتي، هرسمها معاكم على اللوحة كده علشان ولادنا يفهموا ويستوعبوا اكتر. رسمنا اول حاجة الضلع اللي هو AB، الخطوة اللي بعديها زي ما قلنا بننصفه بالبرجل أو نقف عند النقطة A وفتحة أكبر من النص بشوية، وبعدين هرسم قوس لفوق وقوس تاني لتحت، وبنفس الفتحة هروح أقف عند النقطة B ونقطع الأقواس دي كده. الأقواس لو طلعت بعيدة شوية نطولها مش هيجرى حاجة اهو كده. طيب كده احنا حددنا الأقواس
نوصلهم ببعض بقى. تمام كده، احنا نصفنا الضلع في النقطة O. نيجي بقى نرسم عمود من عند النقطة A، ممكن نرسمه بالمثلث. ويبقى خفيف، الخطوط دي خطوط مساعدة زي ما قلنا بالبرجل، وبعدين اخد المسافة بتاعة طول الضلع كده، وارسم قوس اهو لحد ايوان كده. شوف بقى الخط العمودي اللي انا رسمته ده، ها قصير شوية، نطوله، انا اتعمدت ان انا ارسمه قصير عشان نعرف ان احنا الهدف من القوس اللي احنا بنرسمه ده ان العمود اللي انا برسمه دوت اللي هو من A ل C، ها لازم يساوي نفس طول الضلع. فبتاكد ازاي؟ بالبرجل على طول زي ما قلنا، وقفت في النقطه A ورسمت القوس ده. طب الخطوه اللي بعديها هوصل النقطه C بالنقطه O اللي هي نقطه المنتصف. طب الخطوه اللي بعديها هقف هنا في نقطة المنتصف بالبرجل، وافتح البرجل كده لحد النقطة C فوق اهي كده، وبعدين هرسم قوس وامد الضلع AB على استقامته بخط خفيف برضو علشان يتقاطع مع القوس اللي انا رسمته ده اهو كده في النقطة دي. الخطوة اللي بعديها ناخد المسافة كلها بقى اللي هي من اول بي، من اول بي لحد النقطة دي، ناخد المسافة كلها وبعدين بالبرجل اهو هقف في النقطة دي كده، وافتح البرجل لحد كده المسافة كلها من أول B لدي، وأروح أقف عند النقطة A وأرسم قوس لفوق. خد بالك القوس ده فين؟ فوق نقطة المنتصف، وبعدين روح عند النقطة B واقطع القوس ده. النقطة ديت هتبقى هي رأس المخمس. نروح بقى نغير فتحة البرجل وناخد المسافة بتاعة طول الضلع اللي هي من A ل B اهو كده، وبعدين اقف في النقطة A وارسم قوس ناحية اليمين، وبنفس الفتحة اقف فوق في رأس المخمس كده اهو، وارسم قوس تاني يقطع القوس الاول في النقطة اللي على اليمين دي. كده احنا حددنا ايه؟ رأس المخمس اللي على اليمين. اكررها تاني، من عند النقطة B بنفس الفتحة هرسم قوس كده على اليسار، وبنفس الفتحة اروح اقف فوق في رأس المخمس ها، ونقطع القوس ده. كده النقط اللي احنا حددناها دي هي رؤوس المخمس، نوصلهم ببعض بقى. كده كده وصلنا الرؤوس المخمس كلها ببعض، حصلنا على المخمس الايه؟ المنتظم زي ما احنا شايفين. نسمي بقى النقط ديت
تمام؟ يبقى دي الطريقة الخاصة لرسم الايه؟ المخمس المنتظم. انا عايزكم ترسموا الرسمة ديت علشان مهمة، وبالادوات بتاعتكم ارسموها وابعتوها لنا على التعليقات على الفيديو بتاع الحلقة ديت لما تنزل على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي قناة مصر للتعليم الفني. ولو في اي ملحوظة ولا في حاجة انا هوضحها لكم، ولو في اي استفسار قولوا لي، وان شاء الله يعني عايزين تفاعل كده، واحسن لوحات واحسن رسومات هترسموها ان شاء الله هعرضها لكم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. طيب كده احنا عرفنا ازاي نرسم المخمس المنتظم بالطريقة الخاصة، وريتها لكم على الشاشة وعملناها مع بعض ورسمناها مع بعض على اللوحة. تعالوا بقى نشوف حاجة تانية، نبص كده مع بعض الطريقة العامة بقى لرسم اي مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه. يعني انا عايز ارسم دلوقتي مضلع مثلا مخمس او مسدس او مسبع او مسمن، اي مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه، ودي بنسميها الطريقة العامة علشان انا بستخدمها لرسم اي مضلع. طيب نبص كده على الخطوات. اول خطوة نعمل ايه؟ بنرسم طول الضلع برضو، وناخد بالنا ان في تشابه شوية بينها وبين مين؟ طريقة المخمس اللي احنا رسمناها دلوقتي. اول خطوة رسمنا الضلع AB وليكن مثلا 6 سنتيمتر. طب الخطوة اللي بعديها نصفه اهو، هقف عند النقطة A، هقف عند النقطة A بالبرجل وبفتحة مناسبة اكبر من نصف الضلع AB، ورسمته قوس لفوق وقوس لتحت، وبعد كده رحت وقفت عند النقطة B وقطعت القوسين. الخطوة اللي بعديها وصلتهم بخط خفيف، الخط ده نصف لي طبعا الضلع اللي هو AB. طيب الخطوة اللي بعديها هقيم عمود من النقطة A، وقف عند النقطة A بالبرجل وبالفتحة تساوي طول الضلع اللي هو AB، ورسمت القوس اللي قدامنا ده اهو تاني اهو كده، عشان برضو اضمن ان العمود اللي انا رسمته ده اللي هو من A ل C يساوي بالظبط قد طول الضلع. لو كان الخط دوت اللي انت رسمته طويل شوية هتمسح الزيادة، لو قصير شوية هتطوله لحد ما يوصل لمين؟ للقوس اللي انت رسمته. بعد كده نوصل بقى، شوف بقى الخطوة دي مختلفة عن المخمس، هوصل النقطة C مع النقطة B. في المخمس بالطريقة الخاصة اللي هي اللي احنا لسه رسمينها اللي فاتت، كنا بنوصل النقطة C مع نقطة المنتصف اللي هي النقطة O، لكن الطريقة العامة بنوصل النقطة C مع النقطة B. نلاحظ حاجة بقى، ان الخط اللي انا رسمته ده تقاطع مع المنصف اللي انا رسمته اللي هو الخط اللي في النص الطويل ده، تقاطع معاه هنا في النقطة دي اللي انا حطيت عليها العلامة اللي لونها ابيض دي، هكتب عليها رقم 4. والقوس اللي انا رسمته اللي هو من B ل C تقاطع برضو مع المنصف في نقطة فوق هسميها ايه؟ 6. يبقى النقطة دي اسمها 4 والنقطة دي اسمها ايه؟ 6. المسافة بينهم هنصفها، ممكن تنصفها بالمسطرة يعني تقيسها كويس تشوفها كم ملي وتقسمها بالنص، او ممكن بالبرجل زي ما احنا خدنا، ودي هتكون ادق لعلمك، ان انا هقف مرة في النقطة 4 واعمل قوس ناحية اليمين وقوس ناحية الشمال، ومرة تانية اقف عند 6 واقطع القوسين وبعدين اوسع، فبكده هنصفها وسميها النقطة 5. يبقى المسافة ما بين 4 و 6 قسمناها خلاص وسميتها النقطة 5. طب الخطوة اللي بعدها هاخد المسافة من النقطة 4 للنقطة 5 بالبرجل، وهي نفسها المسافة من 5 ل 6، واروح اقف بقى بسن البرجل في النقطة 6 وارسم قوس لفوق ايون كده، وهسمي النقطة دي ايه؟ 7. واقف في النقطة 7 بالبرجل بنفس الفتحة برضو واعمل قوس تاني صغير كده فوق واسميها ايه؟ 8. طيب انا دلوقتي بقى عايز ارسم ايه؟ لو انا هرسم مخمس هقف بالبرجل في النقطة 5،
لو انا عايز ارسم شكل مسدس هقف بالبرجل في النقطة 6، لو هرسم شكل مسبع هقف في 7 وهكذا. عشان كده احنا بنسميها الطريقة الايه؟ العامة لرسم اي مضلع. طيب تعالوا كده هنرسم مخمس الاول، فهقف في النقطة 5 وافتح البرجل لحد فين؟ لحد بداية الضلع، يعني عند النقطة بي او النقطة ايه، ما هم الاتنين ايه زي بعض. هقف عند النقطة 5 وافتح البرجل لحد ايه؟ بداية الضلع. وشفت؟ واروح راسم دايرة خفيفة. الدايرة ديت مرت ببداية الضلع اللي هي النقطة ايه؟ ونهايته اللي هي بي. طب الخطوة اللي بعديها اروح اخد بقى المسافة بتاع طول الضلع بالبرجل واقسم الدايرة اللي انا رسمتها دي. اهو نبص كده مع بعض، هاخد المسافة من A ل B، هاخد المسافة من A ل B بالبرجل وارسم قوس ناحية اليمين. نبص على الشاشة كده مع بعض، اهو خدت المسافة بالبرجل خلاص من A ل B اللي هي طول الضلع، وهقف في النقطة A وارسم قوس على اليمين اهو، قطع لي الدايرة. ومرة تانية فوق، خدت بالك القوس اللي انا رسمته جه فين؟ عند نقطة او تقاطع مع مين؟ مع المنصف على الدايرة، عشان النقطة ديت هي رأس المخمس. وبعدين نقف عند النقطة بي ونرسم قوس تاني يقطع الدايرة في النقطة اللي على اليسار ده. يبقى انا كده قسمت الدايرة اللي انا رسمتها بمعلومية طول الضلع، يعني خدت طول الضلع بالبرجل وقسمت بيه الدايرة. اوصل بقى النقط دي ببعض اهي كده. كده انا حصلت على ايه؟ على الشكل المخمس. وناخد بالنا ان دي الطريقة العامة. طيب ما تيجي نرسم شكل سداسي اهو على نفس الشكل برضو، يعني مش هنروح بعيد. هقف بالبرجل في النقطة 6 المرة دي وافتح البرجل لحد بداية الضلع اللي هي النقطة B أو النقطة A، تمام؟ وبعد كده أروح جاي راسم الدايرة أهو، دايرة خفيفة برضو كده. ناخد بالنا زي ما قلت الخطوط اللي أنا راسمها باللون الأحمر دي، دي خطوط خفيفة عشان دي خطوط مساعدة، لكن الخطوط التقيلة هتبقى مين؟ الأضلاع بتاعة الشكل اللي هو المخمس أهو، الأضلاع بتاعته الخمس أضلاع يبقوا بخط تقيل. طيب بعد ما رسمت وانا وقفت في النقطة 6 ها ورسمت الدايرة، مرت برضو بالنقطتين A و B، اخد المسافة اللي هي بتاعة طول الضلع اللي هي من A ل B وابدأ اقسم الدايرة برضو اللي انا رسمتها اهو. ارسم كده قوس ناحية اليمين وبعد كده اقف في نقطة التقاطع اللي انا حددتها دي وارسم قوس تاني لفوق كده، وبعدين اروح ناحية الشمال اهو، هقف في النقطة B ماشي وارسم قوس على الشمال اهو اللي انا بشاور عليه ده، وبعد كده اقف هنا وارسم قوس تاني لفوق. يبقى انا كده قسمت الدايره بمعلوميه مين؟ طول الضلع برضو. ناخد بالنا بقى ان المره دي عملت لي كام ضلع؟ 6. تعالوا نوصلهم ببعض اهي، من النقطه بي هنوصل كده اهو، كده حصلنا على الشكل السداسي اللي هو اللي باللون الأخضر الفاتح ده. ممكن برضو على نفس الشكل نرسم شكل ايه؟ مسبع منتظم. طيب تعالوا نرسمه. هقف في النقطة 7 المرة دي وافتح البرجل لحد مين؟ لحد بداية الضلع اللي هي النقطة ايه، وبعد كده اروح رسم الدايرة. ناخد بالنا شوف الدايرة بقت اكبر. ناخد بقى بالبرجل المسافة بتاعة طول الضلع اللي هي من A ل B وأقسم الدايرة برضو. هقف مرة عند النقطة A وأعمل قوس ناحية اليمين أهو، وبعدين أقف عنده في نقطة التقاطع بتاعته مع الدايرة وأرسم قوس تاني لفوق، وبعدين أيوة وقفنا هنا ورسمنا برضو قوس لفوق. ناخد بالنا برضو شوف جت فين؟ عند الخط اللي هو المنصف اللي هو الخط اللي في النص اللي احنا راسمينه في النص.
انت كده تتأكد ان انت راسم صح. المضلعات اللي عدد اضلاعها فردي زي المخمس وزي المسبع، رأس المخمس ورأس المسبع لازم تيجي فين؟ فوق في النص كده، عند الايه؟ عند المنصف اللي هو اللي فوق ده. لو جت كده على اليمين شوية او على الشمال شوية يبقى انت كده خدت المقاس غلط وتراجع نفسك. نكمل اهو، هقف عند النقطة بي وارسم قوس ناحية الشمال اهو، قطع لي الدايرة، وبعدين اقف هنا برضو وارسم قوس تاني فوق. كده انا قسمت الدايرة اهوت بمعلومية طول الضلع. هنلاحظ ايه؟ انها عملت لي المرة دي 7 اضلاع. نوصلهم ببعض اهو، تمام؟ اهو كده احنا وصلناهم ببعض، حصلنا على ايه؟ على الشكل المسبع المنتظم. لو حبينا نرسم شكل مسمن، هقف في النقطة رقم 8 وافتح البرجل لحد النقطة ايه وارسم الدايرة، فهتبقى اكبر، واقسمها برضو بالبرجل بمعلومية طول الضلع. لو عملنا كده هنلاقي الدايرة اتقسمت لكام ضلع؟ لـ8. طيب تعالوا نطبق الكلام دوت كده مع بعض. نبص كده على اللوحة. ونرسم مع بعض كده برضو الشكل المسبع، نطبق كده مع بعض بالادوات علشان الناس برضو تفهم اكتر. لو انا دلوقتي عايز ارسم ايه؟ هنرسم شكل مسبع منتظم طول ضلعه سبعة سنتي. طيب وانا عايزكم تعملوا الكلام دوت واجب. نبدأ مع بعض. هنرسم طول الضلع زي ما احنا قلنا في البداية. بدأنا كده رسمنا ايه؟ طول الضلع اللي هو AB. وبعد كده هرسم خط قائم وبالبرجل هنصف الضلع اهو. كده وبعدين بالبرجل وناخد المسافة بتاعة طول الضلع اهو، ونوصل الخط لحد ما يتقاطع مع القوس اللي رسمناه، اوصلهم ببعض. دي كده النقطة A B، والنقطة اللي فوق دي هنسميها C. نوصلهم ببعض كده، تقاطع عندي في النقطة رقم 4 والنقطة رقم 6. هننصف المسافة وهنسميها 5 بالبرجل، وهناخد المسافة دي اللي هي من النقطة 4 لحد النقطة 5
ونتأكد انها قد من 5 لـ 6 بالظبط اهي. اخد بقى من عند 6 واحدد النقطة 7 والنقطة 8 بالشكل ده اهي، يبقى دي النقطة رقم 7 وفوق النقطة رقم 8. انا دلوقتي قلت هنرسم ايه؟ هنرسم مسبع منتظم، خلاص. يبقى نقف فين؟ في النقطة رقم 7 اهو، وافتح البرجل لحد بداية الضلع اهي عند النقطة B اللي هي نفسها لو لفيت كده بالبرجل تيجي عند النقطة A اهي كده. وبعدين اروح راسم دايرة كده مرت ببداية الضلع وبنهايته، يعني عند النقطة A وعند النقطة B. نطول الخط المنصف كده، نقسم بقى الدايرة دلوقتي. ناخد المسافة بتاعة طول الضلع من A ل B كده، وأعمل قوس ناحية اليمين أهو، وبعدين نقف هنا ونقطعه، وزيها الناحية التانية من عند النقطة B. ها كده احنا قسمنا الدايرة اهوت، خلاص. بمعلومية ايه؟ الخطوة بقى اللي بعديها هنعمل ايه؟ نوصل بقى الأضلاع دي ببعض اهي، النقط دي. يبقى احنا كده وصلنا من A ل B، نوصل دي كده فوق، كده وصلنا هو ايه النقط اللي احنا حددناها على الدايرة. حصلنا على الشكل الايه المسبع المنتظم بالطريقة العامة زي ما احنا قلنا. لو حبينا نرسم اي شكل تاني، شكل مسدس او شكل مخمس، هقف برضو بالبرجل في النقطة اللي هنحددها ونرسم بيها. طب تيجوا نرسم. طيب هطلب منكم، احنا كده خلصنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. هطلب منكم الرسومات اللي احنا عملناها النهاردة ديت واجب ترسموها في البيت. يبقى مطلوب منك ترسم الشكل المخمس المنتظم، هنعمله طول ضلعه 5 سنتي، ونرسم بالطريقة العامة شكل مسبع منتظم طول ضلعه 6 سنتي، وبعتوها لنا زي ما قلت على التعليقات على الفيديو بتاع الحلقة، هينزل على صفحتنا على الفيسبوك. نبص مع بعض على الشاشة كده اهيت صفحتنا على الفيسبوك، اسمها ايه؟ قناة مصر للتعليم الفني 11747، دي قناتنا على الفيسبوك. وقناتنا على اليوتيوب اسمها مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني. ارسموا الرسومات اللي خدناها النهاردة وبعتوها في التعليقات على الفيسبوك، وان شاء الله لو في اي استفسار ولا حاجة هجاوبكم. وزي ما قلت احسن لوحة او مجموعة لوحات هعرضها لكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. وربنا يوفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.